تحية طيبة مشاهدي الكرام، 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من الموريتانية، أصحابكم فيها أنا محمد والحي، وأستهلها معكم بأبرز العناوين. استعدادا لموسم الحج هذا العام، افتتاح 3 مكاتب بمباني معهد ابن عباس لتسجيل الراغبين في أداء الفريضة هذه السنة. المقاومة الفلسطينية ترفض الهدنة التي أعلنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة لأربع ساعات، وتؤكد مقتل 20 جنديا إسرائيليا بخان يونس. بعد خروج الحريق المشتعل في الخزانات النفطية عن سيطرة الحكومة الليبية، تطالب المجتمع الدولي بمساعدتها في مواجهة الخطر البيئي الذي يهدد العاصمة طرابلس. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. نبدأ هذه النشرة بسلسلة التقارير والملفات الإخبارية التي أعدتها الموريتانية لتسليط الضوء على حصيلة المامورية الأولى لرئيس الجمهورية، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. شكل تعزيز الحريات الفردية والجماعية أهم محاور سياسة الإصلاح التي اعتمدها رئيس الجمهورية في ماموريته الأولى، وبفضل الحوار الوطني الذي جمع أحزاب الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة، تم وضع الأسس الكفيلة بترسيخ وتدعيم تجربتنا الديمقراطية. الزميل محمد عبد الله واللاب يرصد في الورقة التالية المكاسب التي تحققت في مجال الحريات خلال المامورية الأولى لرئيس الجمهورية. إطلاق الحريات وتعزيزها كان من أهم المحاور التي عمل الرئيس محمد عبد العزيز على ترسيخها خلال ولايته الأولى، سواء كان ذلك في الشق السياسي أو الإعلامي. الحريات المدنية العامة والفردية ظلت مكفولة لجميع تشكيلات المشهد الحزبي والجمعوي في موريتانيا في ظل احترام التنوع وسيادة القانون. وقد مثل الحوار الوطني بين أحزاب الأغلبية والمعارضة المنظم نهاية 2011 والذي أقر البرلمان نتائجه في بداية سنة 2012، مثل تطورا مفصليا في التجربة الديمقراطية لبلادنا، جملة من التعديلات الدستورية والقانونية المتعلقة بالشأن السياسي مكنت من إنشاء لجنة وطنية مستقلة للانتخابات ومراجعة المدونة الانتخابية وتجريم الانقلابات وتعزيز رقابة البرلمان على الحكومة وزيادة مدة دوراته وإعادة تشكيل المجلس الدستوري ومحاربة الترحال الحزبي. ورغم أن قائمة هذه الإصلاحات وتفاصيلها تطول كثيرا، إلا أنها أسست لمرحلة متقدمة من العمل السياسي والديمقراطي المنظم. أعقب ذلك تنظيم عرسين ديمقراطيين كان أولهما في 23 نوفمبر 2013، حيث عرفت البلاد انتخابات بلدية وبرلمانية شارك فيها 71 حزبا سياسيا من أصل 97 حزبا مرخصا. وقد وصلت نسبة المشاركة في الشوط الأول 75%. أما العرس الثاني فقد جسدته الانتخابات الرئاسية التي نظمت في شهر يونيو الماضي، وشارك فيها 5 مرشحين، ودارت في ظروف شهد المراقبون الوطنيون والدوليون على حسنها ونزاهتها. هذه الانتخابات الرئاسية أسفرت عن فوز المرشح محمد العبد العزيز بنسبة ناهزت 82%، بينما وصلت نسبة المشاركة 56.55%. في مجال الحريات دائما شهد قطاع الإعلام والاتصال نهضة كبيرة جسدها تحرير الفضاء السمعي البصري، قرار جريء سمح بميلاد مشهد إعلامي متنوع وثري يكرس حرية الرأي والكلمة. كما حولت الدولة مؤسسات الإعلام الرسمي إلى مرافق للخدمة العمومية، وألغت السلطات العليا عقوبة السجن في قضايا النشر، وأنشأت صندوق الدعم الحكومي للصحافة المستقلة. إصلاحات من بين أخرى جعلت موريتانيا تحتل على مر السنوات الأخيرة أفضل رتبة في حرية الصحافة والتعبير داخل الفضاء العربي. حماية الحريات العامة السياسية والفردية وترقيتها التزام أكد الرئيس الفائز محمد العبد العزيز على الوفاء به أثناء الخمسية القادمة. إلى شرق البلاد وتحديدا ولاية الحوض الغربية التي استفادت من مشاريع وبرامج تنموية عديدة المأمورية الأولى لرئيس الجمهورية. الزميل حمزة عيليل والمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
في فترة وجيزة استفادت ولاية الحوض الغربي على أصعدة مختلفة من خدمات صحية ومن تعليم وإنشاء البنى التحتية وتعزيز الأمن وإنشاء شبكة طرقية تربط بين أحياء عاصمة الولاية. مركز استطباب العيون كان أول المستفيدين على مدار الخمس سنوات الماضية، حيث أمر فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز بفتح جناح في المستشفى خاص بأمراض الكلى. المركز مزود بأجهزة لتصفية تتم برمجة مواعيد علاج المرضى في هذا الجدول الأسبوعي. افتتاح هذا المركز في مدينة العيون يعتبر إنجازا هاما في مجال الصحة، حيث خفف من معاناة الكثير من مرضى الفشل الكلوي الذين أصبحوا يتعالجون بالمجان دون أن يقطعوا مسافات طويلة صوب العاصمة بحثا عن العلاج. عندنا خمس مكاين نقدو قسمنا يقبا خمس مرضى في وقت واحد، وعندنا 12 مريض، 10 منهم سيرفيس سوسيال والاخرين كنام. افتتحنا هون السيد الرئيس 2010 من 40 من حكم هون، ولا عندنا ما شاء الله اي مشكله في التصفيه. مرضى يجونا عندنا لهم برنامج كل حسب صحيته هو، فيها اللي مرتين الاسبوع، فيها ثلاثه الاسبوع، فيها مره واحده الاسبوع، يجونا بانتظام. عندنا لهم جدول للتصفيه. المرضى داخل المركز أمدوا سعادتهم بهذا الإنجاز وبسهولة الاستفادة من خدماته. هذه مسألة نادرة، ما كانت ترى يكون في الخارج وبرواية صعيب وبشجاع ما أعرف حد هو شنو هو. من فضل الله تمنى لأن الحمد لله يفتوهاننا، وهي عادة هون احنا نتناوله. مثلا على كل حال نظلوا عند خيامنا ونباتوا عندهم ونشوا ما شاء الله ونصفوا. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد تم استحداث هذا المختبر وتزويده بأجهزة متطورة تعمل على كشف الفيروسات وإجراء جميع الفحوصات، يشرف عليها طاقم طبي متخصص. كما تم أيضا استحداث جناح خاص بالمستشفى للولادة وإجراء العمليات القيصرية مجهز بأسرة وأجهزة تفي بالغرض المطلوب. كما تم إنشاء هذا الجناح الخاص بالعمليات الجراحية، حيث يقوم الأطباء بإجراء عمليات جراحية. كذلك تزويد المستشفى بالأدوية المختلفة بكميات معتبرة وذات جودة عالية بأسعار مخفضة للمواطنين، وتقدم في بعض الأحيان مجانا. هذا إضافة إلى قسم العيون يقدم فحوصات متنوعة للمساعدة على التغلب على المشاكل المتعلقة بأمراض العيون. داخل مدينة العيون أصبحت هناك طرق معبدة تربط بين أحيائها، ساعدت كثيرا في فك العزلة عنها، وأصبح التنقل بين الأحياء أمرا في غاية السهولة. أما في مجال الأمن الغذائي فقد استفادت ولاية الحوض الغربي من خطة أمل، حيث أصبحت هناك مخازن كبرى تعج بمختلف الحاجيات اليومية من دقيق وقمح وسكر وزيت وأرز بكمية كبيرة، وذلك لتأمين حاجية السكان من الغذاء. 107 بوتيك بات موجود، ولاين فطورك 12 بوتيك. والعام 2014 تقسمنا 4660 طن، وهالي ولاية عندنا 14318 مستفيد. زاد الأراك خالق قذاء مقابل عمل إعادة الدولة وبالي شمين دشرة شمين مدن العيون هون ولاية عدل وكوبني. جانب التعليم على مستوى الولاية شهد إنجازا كبيرا، وهو إنشاء هذه الجامعة التي تعتبر صرحا معرفيا سيمكن من تخريج كفاءات مهمة من شأنها النهوض بالبلاد. الجامعة تحتوي على كلية للغة العربية وأخرى لأصول الدين، بها مكتبة كبيرة تعتبر مرجعا هاما للطلاب وسندا لهم في إعداد البحوث والمطالعة، فضلا عن إنشاء هذه القاعة المخصصة للمعلوماتية تمكن الطلاب من الولوج إلى الشبكة العنكبوتية. تجري الأشغال حاليا في مدينة العيون على قدم وساق، حيث يتم بناء قصر للعدالة إضافة إلى دار للشباب وملعب رياضي في المدينة من شأنه النهوض بقطاع الرياضة على المستوى المدينة، إضافة إلى إنشاء مركز للشباب يلعب دورا بارزا في التوعية والتحسيس ضد الأمراض الخطرة والتطرف والمساعدة على الصحة الإنجابية. إنجازات كبيرة تعكس الحرص الدائم على البناء والنماء والغيرة على الوطن.
ويتطلع سكان مدينة كيف إلى تعزيز المكاسب التي تحققت خلال المأمورية الأولى لرئيس الجمهورية، ويأملون في مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية. طب اللي يعدل زين عندنا، الإنجازات كامل عند الرأي زين عندنا. سمعت الطب مهم أساسي من كان الناس تقيس نواكشوط، وعاد لك الحمد لله حال مشكلتها، خاصة الحوض التلي وعاد في نقطة ملي حساسة في الوطن. هاك سمعت وزين، وقضية التصفيات ملي لو عدلت زينة، تصفيات ملي عدلت زينة، عاد الناس كانت تقيس نواكشوط وتصفي، عاد الحمد لله يتصفيهم ولو قدرها ملي مهمين، والهروة باقية في البلد والولاية. هاك سمعت ما معناها انه إنجاز زين وعدل في الولاية هون. إنجازات اللي عدل تبارك الله المساكين ذاكرينها، ذاكرها ياسر من المساكين، واحنا نشكره رئيس عادل معنا قليل ترى تبارك الله حد ما اعتدي لحدك هو بيلي ذيك ينقال العدالة. الرئيس زاه النباء عدل لنا الباتيك وعدل لنا المياه وعدل لنا كل شيء طاح وظفر مكان خالق. سمعت وعدل لنا الدلوير هيين وعدل لنا مارونا وكلوه وعدل لنا هو السم هو هذا القمح ظفرون كيلو هوي وزقيبته نعطاها هوي لا باقي شيء ما ظفرون ما نبقوا شيء الماء هذا الماء احنا هذا نبقوا يعدل لنا الماء في السيف ويعاون ضعفاء ما عندنا باش نبنوا كل لوكيل وذا الشراب ما شاء الله ناكل ونشرب وعايشين يا قايل بنا ايماننا قاعدين نعتنوا ونقول انجازات لا باس فيها الساعد لعاد رئيس لا باس فيها تقييم للدين وتقييم الامور كامله المهمه لا نسبح حالات انتم مش تنتظروا منه في المقابل الجايه في المستقبل من لا يزداد الخير الانسان عندنا في البدايه حق الله يزيد صالح. هذا الرئيس قام بانجازات كبرى ياسر الحمد لله، من ضمنها هذه ذو الباتيك اللي ندار للشعب ذو المخالق اللي عوضوا ياسر من التعويض، الناس محتاجه بشكل كثير. بالنسبه لنا احنا مدينه كيف ندوروا خاصه هذا الكهرباء ندور يتواصل ما ينقطع ويتوافر لنا الماء ويتوافر لنا الاشياء كلها، هذا الناس كانوا الحمد لله ندوروا تعود متوفر هذا كامل. من جديد أهلا بكم. بدأت صباح اليوم بمباني معهد ابن عباس الإجراءات لتنزيل راغبين في أداء فريضة الحج ضمن الأفواج المدعومة من طرف الدولة، وقد تم ضمن هذه التحضيرات فتح 3 مكاتب لتسهيل تنزيل راغبين في أداء هذه الشريعة على مستوى مدينة نواكشوط. هنا بمعهد ابن عباس بدأت الاستعدادات لاستقبال الراغبين في الاستفادة من الحج ضمن الأفواج التي تسيرها الدولة الموريتانية. ولتسهيل هذه المهمة تم فتح 3 مكاتب، أحدها للرجال والثاني للنساء، أما الثالث فيخص المحرم وهدفه هو عدم فصل المحرم مع الحاج في حال اللجوء إلى القرعة. استقبال الراغبين في أداء الحج بهذه الأفواج يستمر على مدى 10 أيام متتالية ابتداء من يوم غد الخميس مع استمرار العمل أيام العطل ب3 مكاتب، يضم كل واحد منها 3 أشخاص يعملون على التحقيق في المعلومات والتسجيل والتخزين في نهاية الدوام. الإنسان اللي ها مرشح نفسه لهذا السفر المبارك الطيب أنه يلا يتقيد ببعض الشروط، أولها عن ذا المجال مفتوح، الفرصة مفتوحة فقط للناس اللي ما قد سبق أنها أدت فريضة الحج، وعلى ذلك الأساس نختار الناس اللي تتقدم للتسجيل تراعي هذا الشرط بكل أمانة. شيء الثاني عن تسجيل، باب التسجيل ينفتح الصبح غدا يوم الخميس ابتداء من الساعة 8 لمدة 10 أيام متوالية، لمدة 10 أيام متوالية في العاصمة نواكشوط بمكاتب بن عباس وفي عواصم الولايات. ومساوي للإشارة هون إياك ما تخلق الزحمة ويخلق التكلفات اللي ما هي مطلوبة، مساوي اللي سجل الأول واللي سجل الأخير. المسألة الثالثة اللي نختاروا نأكدوا لها، والله من المسائل اللي نختاروا نأكدوا عليها، هي عن ما مقبول النيابة في التسجيل. معناها الحاج المترشح للحج يا الله يعود يسجل بنفسه عن نفسه.
ولأول مرة تم افتتاح التسجيل للحج على مستوى الإدارات الجهوية لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي هذه السنة في كافة ولايات الوطن عبر حصص تم تحديد نسبها وفقا لعدد سكان الولاية الصادر عن المكتب الوطني للإحصاء في تعداد 2013. وللحديث حول هذا الموضوع نستضيف في نشرتنا الليلة السيد سيدي محمد دول الشواف مستشار وزير الشؤون الإسلامية المكلف ومنسق خلية الحج. سيد مستشار مساء الخير. مساء الخير. بداية، ما هي إجراءات التسجيل الخاصة بموسم الحج هذا العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الإجراءات السنة جديد فيها أن الدولة قررت افتتاح المكاتب للحجاج على مستوى عواصم الولايات، وهذه المكاتب إن شاء الله ستبدأ من صبيحة غد الخميس الموافق 31/7 إلى غاية 9/8/2014. وهذه المكاتب تستقبل المواطنين اللي ما قطوا أداوا فريضة الحج. حد قط أدى فريضة الحج هذا الحج للعام بالنسبة له هذا المدعوم من طرف الدولة ما له في حق، وبالتالي ما يا الله يأخذ حق ما هو له لا الله يسعى فيه. إذن هذا الحج ذا العام مخصص للناس اللي ما قد أدات فريضة الحج، لا يتأدي فريضة الحج. هذا الاستقبال الله يخلق للناس إن شاء الله، وإن شاء الله على امتداد عواصم الولايات وعلى مستوى المواكشوط. هذا يطلب الشروط التالية: واحد، على أن هذا الشخص الله يجي لابد له يعود مواطن موريتاني، مواطن موريتاني الأجنبي هذه حصة موريتاني من الحج، وبالتالي هي حق للمواطنين الموريتانيين والأجانب ما هو فيه. ثانية، ما مسموح الحد يسجل مرتين ولا مسموح الحد بالنيابة، ولذلك الدولة قررت أنها تفتح مكاتب في عواصم الولايات لياك يعود الرجاج ما هو محتاج يتنقل، معناها أنه الولاية اللي هو فيها يجيها ويسجل فيها. هذا التسجيل لا يبدأ هذه الفترة اللي قلنا مدة 10 أيام ابتداء من صبيحة غدٍ. لكل مواطن يحمل جواز والله بطاقة تعريف، كل مواطن يحمل جواز والله بطاقة تعريف لا هي يجي لهذه المكاتب في أوقات الدوام من هذه أيام العشرة اللي ذكرنا، وننبههم على أن يوم الجمعة فيه العمل ويوم السبت فيه العمل، معناها 10 أيام متوالية أي مواطن موريتاني عنده بطاقة تعريف والله عنده جواز يجي لهذه المكاتب ويسجل، وهذا هو اللي مطلوب. ما إذا كان مرأة عندها عمرها يقل عن 45 سنة هذه لابد لها من محرم، والمحارم اللي تعتبر وزارة الحج السعودية اللي تعطي مولاتة الشراء هذه الأب والله الأخ والله الولد والله العم والله الزوج، هذه الأشخاص هم اللي يتطابقوا مع 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 شخص في بطاقة تعريفه من ناحية الأسرة، من ناحية الأسرة العائلة، وبالتالي هذو هم اللي مطلوبين. أي سيدة جات وسجلت ما عندها محرم تعود عارفة عنها لابد لها يعود عندها محرم والله ما تقدر تمشي، هذه واحدة. الثانية، كيف أشار الأخ قبلي، ما مقبول النيابة في التسجيل. ثالثا، ما مقبول التنازل عن التسجيل، معناها حد سجل ومقبل ما مقبول يقول أنا لا نتنازل لفلان، هذا حق له هو يا الله يسجل فيها لا ماشي، ولين يعود ما هو ماشي يا الله يقيس اللائحة الأخرى اللي بس. ننبه على أن الدولة أعطت لهذا الحج العام 1400 حاج، هذه 1400 حاج لا يتمشي إن شاء الله من الناس اللي ما قد أدات فريضة الحج. 1400 فقط؟ 1400 عدد حجاج الموريتاني بشكل عام؟ لا لا لا، عدد الحجاج المخصصين للناس اللي ما قد حجت للحج المدعوم من طرف الدولة هذه 1400 حاج، حجاج الموريتاني عموما 2692 حاج. معناه هناك تقاسم ما بين الوكالات التجارية ووزارة التوجيه الإسلامي. نعم، 1000 حاج الوزارة خصتها للوكالات، و 1692 حاج هذا هو الحج المدعوم من طرف الدولة، هذا فيه محججين الدولة وفيه 1400 مخصصة للناس اللي ما قد أدات فريضة الحج. هذه الناس اللي ما قد أدات فريضة الحج مخصص لها هذا، قلنا النيابة ما هي مقبولة، وقلنا عن التنازل عن 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 الحق ما ما ما, ما في حق يتنازل حد عنه ألا ماشي هو في حاج يمشي والله ما هو ماشي فيه. إلى اللي جات اللوائح
ونعلن عن الناس الناجحة. هذا يا الله رقاش ما يتوخر ناجح ما يتوخر عن الجيل العاصمة يعدل إجراءاته أكثر من هذه التيار، وهذه موصلة في كل مكان. هذا الحج تكلفته العام 1,130,000، لا يترجع الحاج منها 154,000، والآخر هو هو تكلفة السكن والنقل و بشكل عام وذيك الأمور اللي معروفة عند الحاج. سيد مستشار معذرة المقاطعة فقط نتيجة العام الوقت، هناك سؤال، هل الوزارة حددت سقف معين بالنسبة للوكالات أم أن السوق مفتوح للمضاربات للحجاج بالنسبة ليرجعون إلى الوكالات؟ نعم، هذا الموضوع الوزارة ما زالت الوكالات إلى حد الآن ما فات جاتها لائحتهم الرسمية من طرف وزارة التجارة اللي هي المسؤولة المباشرة عن الوكالات. والوقت اللي إن شاء الله جاءت اللائحة الرسمية من طرف الوزارة المعنية وزارة الشؤون الإسلامية الدور تستدعى الوكالات وتشوف معاهم هذا الموضوع، متأكدين وكيف إن شاء الله في مجلس الوزراء على أن الحج ما هو مضاربات ولا هو ربحوي فقط، لا، الحج شعيرة تؤدى تسهل حسب المستطاع، ولا بد ذاك ينظر بعين الاعتبار من كل حد هم عدل الحج سوى وضعية فيني فقط، لأنه تم تسجيل حالات في الموسم الماضي بخصوص هذه المضاربات. سؤال أخير، ماذا عن التحسينات المتعلقة بإقامة حجاجنا الميامين في الديار المقدسة؟ ما دام السؤال الأخير لا ينبه على القضية، قلنا عن الدولة أن عاطية 1,400 للحج المدعوم للناس اللي ما قد حجت، هذه وزعتها حسب تعداد السكان الأخير 2013، وكل ولاية عندها نسبة ونسب موجودة أمامنا، ولكن هذه النسب ما يسجلوا الإدارات الجهوية إلى حد هذه النسب ويتوقفوا، لا، هذا 10 أيام يعطوهم مستمرين في التسجيل إلين يحصلوا الحصيل اللي عندهم النهائية، ينتهى يوم السبت الساعة 4 ينتهي تسجيلهم. هاي اللوائح لا يعدوها ويمشوها، كل ولاية معروفة نسبتها، النعم على سبيل المثال عندها 154 حاج، إلى اللي زاد المسجلين على هذا العدد لا هي تعد القرعة خاصة بالنعمة، وإن قال عن ولاية النعمة على أنها النسبة المعطية لها اللي لاحقتها 154 حاج، وبالتالي معناها وزاد عددها وبالتالي تعد القرعة لها هي هذه خصوصا، ولا يتعدل على شاشة التلفزة ولا الطريقة اللي عدلت عامله والقدام الناس كاملة وتنقر اللائحة وتقطع قدام الناس وتعدل اللي نشح من هاي الناس، يا الله ما يتوخر عنه التيام كيف ذكرنا. وهل مجرى ولاية الحوض الأربعة عندها 116، ولاية العصابة عندها 145، ولاية قرقل عندها 131، ولاية براكنة عندها 130، ولاية التلارزة عندها 146، ولاية أدرار عندها 32، ولاية المذيب عندها 41، ولاية تقانت عندها 37، ولاية قيدي ماضى عندها 113، ولاية تير الزمور عندها 21، وينشير عندها 7، ونواكشوط عنده 127، إذا المجموع 1,400 حاج. هذه توزيعتها هي هذه، لا يتمشي إن شاء الله من الناس اللي ما قد حجت راجين عنها يسجل فيها، لا الناس اللي قد حجت لا تفتح المكاتب هذا إن شاء الله على مستوى المواكشوط وعلى مستوى الولايات كاملة، ولا يتابع إن شاء الله أعمالها، وراجين إن شاء الله أن نمشي للناس اللي مستحق الحق له. لا كنت فنان إن شاء الله. في أقل من دقيقة، هل هناك تحسينات بخصوص إقامة الحجاج في الديار المقدسة؟ نعم، بالنسبة لمكة السكن العام أقرب هو للجمرة من هو اللي عام الأول، وأحسن الفندق العام من هو اللي عام الأول. إذا سيد المستشار شكرا جزيلا لكم على هذه التوضيحات بخصوص موسم الحج هذا العام. وإذا مشاهدي الكرام نتابع نشرتنا، حيث يشهد موسم الأمطار الحالي فتورا في التساقطات المطرية، وهي وضعية أثرت على بلوغ تساقطات أرقامها المعهودة في عدة مناطق من الوطن. وبما أن فصل التساقطات ما زال في بدايته، فإن الكثيرين يتطلعون إلى قضاء أوقات ممتعة في أجواء خريف واعد هذا العام. مع كل بداية موسم أمطار تمتد عيون عشاق الطبيعة الساحرة إلى مواقع الماء والخضراء، ويدخل الجميع مرحلة العد التنازلي لبلوغ منازل ومرابع الخريف. هذا العام تبين معطيات الأرصاد الجوية الوطنية ما يعتبر نقصا في التساقطات المطرية إلى غاية 20 يوليو مقارنة بنفس الفترة في العام 2013. ربما تكون للتغيرات المناخية تأثيراتها على تأخر موسم التساقطات المعهودة، ومع ذلك تبقى حظوظ عديد مناطق الوطن قائمة بخصوص نيل حظها من خريف 2014،
حسب توزيع الكميات المتساقطة. تتوزع الأمطار بالنسبة لهذه السنة كالتالي: أكبر مجموع مطار تم تسجيله في قديماقة، خاصة في منطقة دجاج بني، إلى أنه كما أكدت التنبؤات الموسمية التي تم نشرها في الشهر الخامس من هذه السنة، طبعا يلاحظ عجز في بعض المناطق وخاصة منطقة الحوة الشرقي والعصابة والبراكنة والترارسة. بالنسبة للتوقعات في الأيام القادمة، من المتوقع أن ترتفع الجبهة المدارية نحو الشمال، مما سيتيح تكون ظروف ملائمة لتساقط أمطار على المناطق الجنوبية والوسطى، ونتوقع أن تكون الوضعية طبيعية في منطقة قديماقة وطبيعية مع ميول نحو العجز في منطقة الحوض الشرقي، في حين سيسجل عجز في المناطق الغربية وخاصة منطقة الترارز والبراكنة. تأخر التساقطات المطرية حتى الآن لا يشكل بالنسبة للكثيرين مصدر إزعاج، بالنظر إلى أن فترة الموسم ما زالت في بدايتها، بالإضافة إلى الوضعية العادية التي تكتنف الصحة الحيوانية والتي لا تتحدث عن أي حالات وبائية تذكر. من حق المواطن أن يحتفل بعيد الفطر المبارك، ومن حقه أيضا أن يحرص على مشاطرة العائلة والأهل والأحباء أفراح العيد وأتراحه، لكنه مما يؤخذ على البعض في هذه الأيام وخاصة الموظفين هو الغياب المتعمد عن أماكن العمل بحجة تخليد العيد. الزميل مختار بابو الأحمد يتطرق للموضوع في سياق التقرير التالي. شوارع العاصمة في ثالث أيام عيد الفطر المبارك تختلف كثيرا عنها قبل العيد، فالحركية محدودة والنشاطات التجارية نسبية. أما بخصوص العمل في الإدارات العمومية والخصوصية، فالمتجول بين مختلف القطاعات الحكومية والمصالح الإدارية قد يلاحظ عند الوهلة الأولى أن معظم الموظفين ما يزالون في عطلة، مع العلم أن الجهات الرسمية سبق وأن أعلنت اليوم الموالي لعيد الفطر وحده عطلة معوضة على امتداد التراب الوطني. جيت اليوم الإدارة هنا فيها ولين أطرح عندي ميعاد في ماتا، ولا جبرت رقاش قاع طالع جبرت فما لا القرداي هو اللي جبرت فما تياه، منين سولت قالوا لي عندهم ياسر منهم مشى معيد، قالوا لي عبرتوك مع راس السبت الجاي. هاي ظاهرة الدولة تعرف لها شيء تحد منها، تعرف عنها واقع ساس الإدارات، إذا ما قلنا كاملين ساسهم إلا ما رحم ربك. العمل اليوم تعطل وما يتواسل، عمل 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 والراحة راحة، يلا كل شعود مهلنا عنده حدود وكل شعود عنده انضباط. الغياب غير المبرر عن العمل في الأيام العادية يعني عند البعض التطاول على أخلاقية المهنة، أما التغيب بحجة العيد فهو عند البعض الآخر تقصير في حق الدولة وحق المواطن يجب ردع صاحبه. الموظف يلا يعرف أنه هو أولا بعد قاع مسؤول أمام مسؤوليته، أسوى التيفاي وأسوى الموظف وأسوى الطبيب وأسوى الدكتور، عاقب ذلك أنا اللي عندي ملاحظة قاع نختار نعرف من عند القمة، دائما يخسر منه لا ذاك المثقف، يخسر منا لا ذاك اللي شاكي نحن نعلنه مثالي، هو اللي دائما يحاول على عدل الشنقال ودتورنا ما هو والله الاحتيال. لماذا انسان يا الله يعرف انه هو امام مسؤوليه تخلص الدوله شرعا به اللي هو تخلص الدوله واجب عليه انها تديره الامكانيات، يعني ملي لينك بفضته يا الله يعرف انه هو بينه والله انه اي دقيقه مشات دور يسوي له ملانه ما ينفع فيش، معناه انه يعرف انها تعطيه اليوم ما عنده اي مبرر. هاي المساله عنده جذور من مخلفات الانظمه القديمه، ذيك الأنظمة القديمة خلفت ياسر المخلفات في ماتية، وعاد المجتمع لا بد من يدفع ثمنه في المستقبل. وبين تحايل الموظف وتكاسله عن العمل مهما كانت الظروف، وتردد المواطن وضياع وقته أمام الإدارات في انتظار المسؤول الغائب، تبقى الجهات المعنية وحدها المسؤولة عن تفعيل وتطبيق قوانين الشغل الواضحة في هذا المجال. الحمد لله أننا لسنا من هؤلاء وأنتم على ذلك من الشاهدين. نظم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة اليوم مؤتمرا صحفيا استعرض فيه مختلف القضايا المطروحة على الساحة السياسية الوطنية، وتميز هذا المؤتمر الذي حضره عدد من قادة وأطر ومناضلي أحزاب المعارضة بمداخلات أكدت موقف هذه الأحزاب من الانتخابات الرئاسية الأخيرة ورفضها المشاركة في حفل التنصيب.
رئيس المنتدى السيد الشيخ سيدي أحمد والباب أمين استعرض في كلمته أسباب مقاطعة أحزاب المعارضة للانتخابات الرئاسية الأخيرة. أختي ذكر عن اليوم في موريتاني، الوضع اليوم الانتخابي في موريتاني هو وضع يخلي الانتخابات عادوا محدودة على الحزب الحاكم وما يتعلق به من الأحزاب اللي معدل. سبب بسيط، أن الأحزاب المعارضة يسوى اللي منهم في المنتدى ويسوى اللي ما هم فيهم قرروا عنهم ما تلاو قابلين يشاركوا في انتخابات ما عندها ضمانات شفافية، وهذا هو طالبكم الوحيد، لا هو شيء أكثر من هذا. يا غير هذا الطلب كفى، بما أن النظام ما هو مستعد لإعطاء هذه الضمانات، قال لهم خلاص انتظروا لهي اللي انت يعني تراوى ضمانات شفافية، بارك الله نعدل أنا انتخاباتي على مقياسي ومع الناس اللي نبقي نعدلها معاها، واللي بقى يرتاح يرتاح واللي ما بقى يرتاح عدل اللي بقى يعدل. هذا قد عود نوع يا شيء يا حد ما كاريكاتيرال، يا غير بعد هذا هو الحقيقة. الموريتاني قالوا نحن ندوروا انتخابات شفافة، ندوروا شروط قد الموريتاني كامل تحضر فيهم شفافة، قال لهم لا، خالقين ممارسات كانوا يعدلوا، وخالقين هيئات إدارية قضائية وإدارية كانوا مدجنات للصالح اللي في الحكم يشتغلون في الانتخابات، هذا احنا لين تم نعدلوا. حد يبقى يجي في المناخ اللي هو يتفضل ولا لا، انتظروا لين تراوا تراوا فرصة ماذا هي. وهذا هو اللي اختيار لعدلوا عدلوا المعارضة، قالت تحاني لين ترى ظروف ان شاء الله تعود ما هي الظروف اللي ماضي. دوليا أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها فجرت منزلين بخان يونس بقطاع غزة وقتلت حوالي 20 جنديا إسرائيليا كانوا يتحصنون داخلها. كما أعلنت الفصائل المقاومة الفلسطينية رفضها للهدنة التي أعلنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة لأربع ساعات بأنها لا تشمل كل مناطق القطاع. زميل خدي عبدو ومزيد من التفاصيل. تسبب القصف العشوائي العنيف المتواصل على قطاع غزة لاستشهاد 140 فلسطينيا لترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية الغزو الإسرائيلي إلى 1300 والجرحى إلى أكثر من 7200 شخص. ومن بين الشهداء الذين قضوا اليوم 16 فلسطينيا معظمهم أطفال والنساء لجوا إلى مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في مخيم جباليا، حيث يوجد مئات النازحين جراء القصف الإسرائيلي على شمال القطاع. كما استهدفت قوات الاحتلال أحد المستشفيات في حين حلقت الطائرات الحربية والاستطلاعية الإسرائيلية بكثافة في سماء غزة، وواصلت المدفعية قصفها العشوائي، وهذا ما يفسر كثرة الضحايا نهار اليوم. في هذه الأثناء أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها فجرت منزلين بخان يونس وقتلت حوالي 20 جنديا إسرائيليا كانوا يتحصنون داخلهما. واعتبرت حركة حماس أن إعلان إسرائيل عن تهدئة لأربع ساعات في قطاع غزة بعد ظهر اليوم لا قيمة له ولا يعدو أن يكون للاستهلاك الإعلامي. شكرا لزميل مختار محمد علي. وفي الشأن الليبي طلبت الحكومة الليبية المجتمع الدولي بمساعدتها في مواجهة الخطر البيئي الذي يهدد العاصمة طرابلس بعد خروج الحريق المشتعل من خزانات القريبة من مطار طرابلس عن السيطرة. في هذه الأثناء تتواصل المعارك المحتدمة بين الميليشيات شرقي ليبيا، حيث أعلن مجلس ثوار بنغازي إسقاطه طائرات حربية تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفرتر. المواجهات العسكرية بين الميليشيات المتناحرة في ليبيا أخذت منعطفا جديدا بعد إعلان مجلس شورى ثوار بنغازي في شرق ليبيا إحكامه السيطرة على معسكر قوات الصاعقة الاستراتيجي ودحره القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر. وقال مسؤولون عسكريون إن القوات الخاصة اضطرت للتخلي عن معسكرها بعد تعرضها لهجوم متواصل من تحالف يضم مقاتلين ومسلحين متطرفين. مجلس شورى ثوار بنغازي قال كذلك إنه تمكن من إسقاط طائرة حربية من طراز ميغ 23 فوق منطقة الاشتباكات في محيط معسكر الصاعقة بالمدينة، لكن قوات حفتر نفت أن تكون الطائرة سقطت نتيجة إصابتها
وذكرت أن خللا فنيا هو الذي تسبب في سقوطها. من جهة أخرى، تواجه العاصمة طرابلس كارثة بيئية بعد أن امتدت النيران المشتعلة إلى 4 خزانات، وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الحريق المشتعل في الخزانات القريبة من مطار طرابلس الدولي خرج عن السيطرة، وأن رجال الإطفاء انسحبوا من الموقع بعد تشدد الاشتباكات بين الميليشيات المتناحرة في المنطقة. وحذرت السلطات الليبية من كارثة بيئية في طرابلس إذا لم تتلقى المساعدة الدولية لإخماد النيران. في هذه الأثناء يتواصل تدفق آلاف الليبيين والرعايا الأجانب على المناطق الحدودية هربا من الأوضاع الأمنية المتدهورة في هذا البلد. أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لتطال قطاعات حيوية بسبب دعمها للانفصاليين شرقي أوكرانيا. من ناحية أخرى، أعلنت أوكرانيا أن قواتها استعادت السيطرة على مناطق واسعة من منطقة دونيتسك التي تعتبر معقلة للانفصاليين المواليين لموسكو. الولايات المتحدة الأمريكية تشدد العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على روسيا بسبب ضمها إقليم القرم ودعمها للانفصاليين شرقي أوكرانيا. وطالت هذه العقوبات 3 قطاعات حيوية هي قطاع المال والطاقة والصناعة العسكرية. وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن هذه الخطوة لا تعني دخول الغرب في حرب باردة جديدة ضد روسيا، داعيا ناظره الروسي فلاديمير بوتين إلى التراجع عن سياسات بلاده في أوكرانيا. وفي خطوة منسقة مع الإدارة الأمريكية، توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لفرض حزمة عقوبات اقتصادية ضد روسيا تتضمن حظر تصدير التقنية ذات الاستخدام العسكري والمدني. هذا بالإضافة إلى منع تعامل القطاعات المالية الأوروبية مع البنوك الروسية. في هذه الأثناء، أعلنت أوكرانيا أن قواتها استولت على بلدة أفديفاكا القريبة من منطقة دونسك التي تعتبر معقلا للانفصاليين الموالين لروسيا. وقال الجيش الأوكراني إن قواته تمكنت من إخراج الانفصاليين من هذه البلدة الاستراتيجية التي تقع بالقرب من مطار دونسك ومحطة للسكك الحديدية. ختاما لهذه النشرة، تذكير بأبرز العناوين. استعدادا لموسم الحج هذا العام، افتتاح 3 مكاتب بمباني معهد ابن عباس لتسهيل تسهيل راغبين في أداء الفريضة هذه السنة. المقاومة الفلسطينية ترفض الهدنة التي أعلنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ل4 ساعات، وتؤكد مقتل 20 جنديا إسرائيليا بخان يونس. بعد خروج الحريق المشتعل في الخزانات النفطية عن سيطرة، الحكومة الليبية تطالب المجتمع الدولي بمساعدتها في مواجهة الخطر البيئي الذي يهدد العاصمة طرابلس. نهاية النشرة، موعدنا يتجدد معكم بحول الله وقوته عند منتصف الليل. إلى ذلكم الحين، في أمان الله.